السادسة، حلقة جديدة. مساء الخير واهلا وسهلا بكم، وتحياتي لكل الاهلاوية اللي بيبدأوا معانا حلقة النهاردة. ومبروك، فوز مهم في توقيت مهم جدا اتحقق امبارح على فريق ميديانا. يمكن الأداء ما يكونش الأفضل، لكن في النهاية الفوز كان مستحق وبنتيجة مرضية بشكل كبير جدا. في خلال مشوار الأهلي الإفريقي، تامن مباراة بنلعبها مع فريق إفريقي الموسم ده، ما حققش الأهلي في 7 مباريات سوى فوزين فقط لا غير على سان جورج، الاثنين ذهابا وعودة. خسارة أمام اتحاد العاصمة، تعادل ذهابا وإيابا أمام سيمبا، خسارة أمام سان داونز ثم تعادل، وبالتالي كنت محتاج تكسر حاجز عدم التوفيق إفريقيا، وده حصل في مباراة امبارح. كنت محتاج تكسر الحاجز النفسي في الفترة الأخيرة اللي تباين فيها أو ارتبك فيها أو اهتز فيها مستوى النادي الأهلي بشكل كبير، وده اتحقق. مكاسب المباراة امبارح من وجهة نظري أهم، أو مش عايز أقول أهم، يعني أكتر بكتير من مجرد 3 نقاط صدارة مجموعة فوز ب3 أهداف، لأنه بالتأكيد في حاجات محتاجين نقف عندها، وإحنا على بعد 4 محطات عن بطولة كأس العالم. أسماء محتاج تجهزها، مواجهات محتاج تحسمها، وخصوصا أنك أنت عندك سموحة، ويمكن عشان كده كولر قرر ما يكونش فيه راحة، ومن دقائق بدأت التمرينة، وهنتابعها بالمناسبة مع حضراتكم ونعرف آخر أخبار الفريق، وخصوصا طبعا الأسماء اللي غابت في الفترة الأخيرة، ومين ممكن يكون ظاهر في مباراة سموحة اللي هتتلعب يوم الثلاث. والأهم من ده جاهزية الفريق وكل العناصر قبل مباراة يانج أفريكانز الجريح اللي هتكون في تنزانيا يوم السبت القادم. كل التفاصيل معانا في حلقة السادسة النهاردة، بس اسمحوا لنا فاصل ونبدأ حلقتنا. أشوف الحقيقة أنه الأهلي قدم عرض جيد جدا امبارح، مكسب ال3 نقاط، 3 أهداف وشباك نظيفة، كل دي بتدي دفعة مهمة جدا في التوقيت ده وانت بتبتدي مشوارك في أفريقيا. نجوم الشوط الأول من وجهة نظري كريم فؤاد، محمد شناوي، إمام عاشور. نجوم الشوط الثاني أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات. طبعا كتير من اللعيبة قدوا مباراة كويسة، لكن دول اللي تألقوا بشكل كبير، وأعتقد أنه استخدام تاو وأفشة كورقات تقدر تصنع الفارق، تجربة اتكررت أكتر من مرة وأثبتت نجاحها وفعاليتها. لكن كون الشناوي يكون واحد من نجوم المباراة في مباراة نظريا هي الأسهل في 6 مواجهات هيخوضها الأهلي في دور المجموعات، دي في حد ذاتها نقطة تحتاج نقف عندها شوية ونركز شويتين ونراجع نفسنا 3 شويات. على كل الأحوال خلينا نعرف أخبار الأهلي النهاردة في الأهلي نيوز روم. مفيش وقت للراحة، ده الكلام أو الفكر بتاع مارسيل كولر في المرحلة دي، لأنك يعني عندك 2 يومين وبعدها هيكون عندك مباراة سموحة، ثم 2 يومين هيتخللهم رحلة سفر لتنزانيا عشان تلعب مع يانج أفريكانز اللي خسر بثلاثية أمام شباب لوزاد. فبالتالي مفيش وقت للراحة، ده كان قرار مارسيل كولر. والنهاردة وزي ما قلت لكم يمكن من دقايق بدأت تمرينة النادي الأهلي، هتتقسم جزئين. اللعيبة اللي لعبت المباراة امبارح أو خاضت المواجهة بشكل أساسي هيخضعوا لبرنامج أو بعض التدريبات الاستشفائية، لكن اللعيبة اللي ما شاركتش هتشارك بشكل كامل. ويمكن وأنا بتابع التمرينة مع يعني قبل حتى ما أطلع الهواء وقابل حضراتكم بدقايق، شفت واطمنت على مشاركة علي معلول في أو زي ما حضراتكم شايفين، علي وربيعة، كوكا، أفشة، صلاح محسن. طبعا يعني علي بيلعب او بيتمرن من قبل مباراه ميديام، لكن الراجل يعني، وده كان حتى الكلام اللي انا قلته، اعتقد انه من الصعب حتى لو كان جاهز انك تغامر بيه، وده في اطار 6 أسماء انا شايف ظهر منهم 2 على الشاشه دلوقتي، السولية وعبد القادر. السولية عبد القادر متولي اكرم محمد ضوي كريستو وعلي معلول، دول اللي ممكن تكون بتتكلم في انه مجموعه محتاجها تكون، مش بقول ان هم اساسيين او بقول انه ليهم دور اساسي، كل لعيبه الاهلي السنه دي ليهم دور اساسي، لكن الاسماء دي انت محتاجها لاكتر من سبب. يعني السولية، متولي، معلول، عبد القادر عندهم خبرات كبيره جدا 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 في مشاركتهم في كاس العالم، فهي اوراق ممكن جدا جدا تحتاجها. احنا بنتكلم في نص ديسمبر، احنا النهارده 26 نوفمبر، يعني بتتكلم في اقل من 20 يوم، 3 أسابيع يبدا الاهلي مشواره في كاس العالم.
عندك خلال الفترة دي أربع محطات فقط لا غير، هتبدأ بسموحة، يانج أفريكانز، زاد، شباب بلوزداد، وبعد كده تبدأ رحلة السعودية. فبالتالي كل العناصر دي بالإضافة طبعا لرضا سليم لو لحق، اللي أعرفه أنه رضا إلى حد ما بدأ الدخول في بعض التدريبات، لكن مفيش التحامات، مفيش حاجة ممكن تعرضه للعنف، وده معناه أنه لسه قدامه شوية. لكن هو برضو الحقيقة واحد من الأسماء اللي ممكن تراهن عليها حتى لو مش في المباراة الافتتاحية، لو ربنا إن شاء الله بإذن الله كرمنا في البطولة وقدرنا نروح لبعيد ممكن تحتاج ورقة كمان زي رضا سليم. خلينا نروح للنادي الأهلي ونطمن على تمرينة النهاردة ونعرف كل التفاصيل من زميلنا كريم أحمد اللي موجود في الأهلي في الجزيرة بيتابع التدريبات هناك. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. طيب هبدا معاك من انتوني مودست. انتوني مودست عرفت انه بره حسابات مباراه سموحه، لكنه هيخضع لكشف طبي يحدد ما اذا كان هيكون موجود مع الاهلي في تنزانيا ولا لا. عايز اعرف معاك تفاصيل اصابته وامتى ممكن يرجع تاني لو عندك طبعا المعلومه. يعني طبعا في البداية أكيد بنبارك لكل جمهور النادي الأهلي ولاعيبي النادي الأهلي، فوز مهم جدا الحقيقة زميلي أحمد، يعني ليه رسائل عديدة، مكاسب عديدة على مستوى الأفراد على المستوى الجماعي، فيمكن كانت انطلاقة جيدة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي وبالنسبة لدور المجموعات. يعني كان عندنا باد لك شوية في السنين الماضية، لكن الحمد لله بالتركيز الكبير وبالإصرار الكبير جدا المعروف عن لاعيبي النادي الأهلي قدرنا إن احنا نفوز بنتيجة 3-0، وكانت ممكن النتيجة الحقيقة يعني تبقى أكبر من كده في ظل كم الفرص الهائل الحقيقة اللي أضاعه للنادي الأهلي، لكن إن شاء الله بإذن الله القادم يكون افضل للي النادي الاهلي واستمر في مشواره والحفاظ على لقب البطوله الافريقيه. يعني لو بنتكلم على مودست، انت عارف طبعا الضمه واحده من الاصابات الحساسه شويه، فيعني حتى هذه اللحظه طبعا يمكن بيتم البرنامج التاهيلي الموضوع ليه بكل جديه وبكل قوه، لكن موضوع الحسم طبعا بالنسبه لتنزانيا ممكن يكون بعيد شويه انتوني مودست عن السفر الى تنزانيا، لان زي ما بقول لك اصابه الضمه بتحتاج تاني بشكل كبير جدا، وبتحتاج كمان ان انت تدخل تدريجي في التدريبات. فحتى هذه اللحظه يمكن مش عايزين نحسم هذا الامر، لكن من الواضح ومن الرؤيه ومن اللي احنا عاشرنا اصابات كثيره جدا مع لعيبه النادي الاهلي وتحديدا في العضله الضمه، يعني نقدر نقول مودست الامور بالنسبه له شويه هتكون فيها صعوبه بالنسبه لمباراه يانج افريكانز. لكن لو باكد على السوليه وعلي معلول، باكد لك من خلالك ومن خلال برنامج السادسه، علي معلول والسوليه يكونوا متواجدين في قائمه مباراه سموح ان شاء الله بمشيئه الله، اللي هتكون يوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب. يمكن استاد المقاولون العرب هناكد على هذا الامر، ان لسه يعني من لحظات تم اختيار للنادي الاهلي بالمكان الملعب بالزمان الساعة 7 مساء، لان كان في يعني بعض الترجيحات كده ان يكون المباراه في استاد السلام، لكن في مباراه في استاد السلام بالنسبه لفريق زد، فعشان كده خلاص تم امر يعني حسم الامر بالنسبه لمباراه السموحه يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله تكون على استاد المقاولين العرب. علي معلول والسوليه اكدنا عليهم بشكل كبير جدا، ايضا كمان يعني متولي لسه منتظرين ان هو ياخد جزء كبير من الجماعي بيشارك بشكل منتظم، لكن هي في تاني على كل اللاعبين اللي اصابتهم مطوله، لكن اللي بناكد عليه هو السوليه ومعلول. مودست زي ما قلنا هيبعد شويه خلال الفتره الماضيه، ايضا كمان رضا سليم ماشي بكل جديه في التدريبات، يعني الاحتكاكات امر مهم جدا ليه في تحذير كبير جدا، ما بيشاركش طبعا في حاجات فيها كوره فيها التحامات كثيره جدا، لكن ماشي في البرنامج التاهيلي. لا لكن بيشارك في التقسيمه، هل ده معناه انه بيشتغل بدني بس يا كريم ولا كمان بياخد مساحه للمشاركه حتى هذه اللحظه؟ لا حتى هذه اللحظه يعني قبل ما ندخل طبعا او ينطلق بدايه المران شفنا رضا بيواصل التاهيل منفرد، فيمكن يعني ممكن من بعد مباراه بقى سموحه يبدا ياخد جزء تدريبي كده تدريجي، لكن هو خلاص في المرحله الاخيره، لان احنا على طول بنتابع طبعا مع دكتور جباله طبعا طبيب النادي الاهلي، هو ماشي في المراحل الاخيره من التاهيل، يعني الناس قالت على اخر يناير، لكن الراجل ممكن تدريجيا ان شاء الله باذن الله يدخل خلال الفتره القادمه وتحديدا بعد مباراه سموحه، وبنتمنى اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي. هو الكلام بالنسبه لرضا كريم يعني الناس يعني وانا منهم الحقيقه طبعا اولهم كمان، يعني عايز اعرف مش بس مرتبط بالماتشات اللي جايه، مرتبط بانه هل ممكن يلحق كاس عالم ولا كاس العالم بره الحسابات بالنسبه لرضا سليم ومحمد ضوي كريستو؟ لا يعني رضا سليم زي ما بقول لك بالحاله اللي احنا شايفينها وبالبرنامج الموضوع ليه هو في المرحله الاخيره، ان شاء الله باذن الله يلحق كاس العالم، لان هو مفيش اشتراكات وده امر مهم جدا، هتنزله تدريجي في بعض التدريبات او في بعض التدريبات اللي بيكون فيها خشونه شويه او فيها تقسيمات، انت عندك ضغط كبير جدا زميلي احمد، انت عارف يمكن اتكلمنا على عدد المباريات وتلاحم المباريات، سفر فريق النادي الاهلي بعد مباراه سموحه هيكون يوم 30، ويمكن اتحدد ايضا كمان زي ما احنا عارفين رئيس البعثه هيكون الاستاذ محمد الضماطي، احنا عندنا لسه متسع حتى نهايه
الشهر، لكن من الحاله اللي احنا شايفينها على رضا هو هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي. لكن اكيد يعني التقدير هيكون للطبيب، وهيكون ايضا كمان الجهاز الفني الدافع بيه في مباراه كاس العالم ولا لا، لكن اللي بناكد عليه ان هو هيكون متواجد مع قائمه فريق النادي الاهلي في بطوله كاس العالم. وزي ما قلنا يمكن مودست هو اللي بعيد شويه عن هذه المرحله، لكن بنتمنى له اكيد كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. طيب اتكلم معاك عن اكرم بقى ايه قصته؟ يعني بعد غياب طويل عاد، قدم حقيقه نفسه بشكل ما كانش حد يتوقعه، قدم نفسه بشكل اكتر من رائع، وبعد كده غياب، ايه القصه؟ ايه الحكايه؟ وهل اكرم ممكن يكون داخل حسابات بدايه من مباراه سموحه، ولا اكرم ممكن يحتاج وقت اطول من كده شويه؟ الحقيقه كلنا كنا سعداء بعوده اكرم توفيق، يعني بيمثل قوه كبيره جدا بشخصيته وبروحه الكبيره. ويمكن زي ما تابعت وشفت زميلي احمد، يعني المباريات اللي لعب فيها اكرم الحقيقه تعرض لالتحامات عنيفه جدا 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 الحقيقه، فكان من التاني ومن التحذيرات الطبيه ليه ان الراجل يعني يحاول ان هو يحافظ عليه شويه في بعض المباريات. اكرم ما بيشتكيش من اي حاجه، اكرم كان جاهز في مباراه الامس، لكن زي ما قلنا الروتيشن اجباري بالنسبه لمستر كولر خلال المرحله القادمه نظرا لضغط المباريات. فباكد لك اكرم يكون متواجد في قائمه مباراه سموحه. الراجل بيحاول يوزع المجهود على كل اللعيبه، لكن اللعيبه اللي راجع من اصابه، اختيار المباراه واختيار الالتحامات، يمكن شفنا زميلي احمد يعني لولا ما فيش فار طبعا في البطوله في دور المجموعات، لو كان في فار كانت الامور هتكون ليها شكل تاني في المباراه الاخيره. الالتحامات كانت عنيفه جدا، طاهر محمد طاهر الحقيقه اتعرض يعني لكدمه كانت قويه جدا جدا. بنتمنى ان شاء الله باذن الله ما يكونش في اي حاجه، اطمنا عليه، هي كدمه بسيطه لكن هيشارك بمشيئه الله يعني باذن الله خلال الفتره القادمه. باكد لك على هذا الامر، احنا معانا متسع من الوقت، وبنتمنى طبعا ربنا يحافظ على لعيبه النادي، لكن طبعا اكرم توفيق تحديدا مفيش اي شكوى من اي حاجه، الراجل متواجد وبنتمنى له ان شاء الله باذن الله لو شارك في مباراه سموحه يكون كالعاده بجديته وبقوته وبروحه الكبيره جدا، يكون سبب من اسباب الفوز ان شاء الله في مباراه يوم الثلاثاء. اكيد كل الاسماء اللي كانت بعيده رجوعها وعودتها مره ثانيه تمثل اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، وخصوصا انه حسابات المرحله كلها مش بس بتكلم على ماتش سموحه وماتش يانج افريكانز معقده الى حد كبير. بشكر كريم على تقريره وعلى معلوماته عن تمرينة الأهلي النهاردة وعن الحسابات المعقدة وماذا يدور في رأس مارسيل كولر في الفترة القادمة، هنتكلم لكن بعد الفاصل. يعني طبعا الحديث عن الأرقام المالية أو المكاسب المالية لفريق بحجم مانشستر سيتي شيء طبيعي ومنطقي جدا أنك أنت تتكلم فيه من هنا لبكرة الصبح، لكن الحقيقة لما تيجي تتكلم على تطبيق فكرة الاستثمار في صناعة كرة القدم لازم تاخد تجربة السيتي كنموذج يحتذى به. هكذا يجب أن يكون الاستثمار الرياضي في كرة القدم، الفكر، العوائد، مش بس المكاسب المالية. أنا فاهم طبعا أنه أي رأس مال بيدخل في أي مشروع رياضي كان أو غير رياضي هدفه في المقام الأول والأخير هو فكرة الربحية، لكن إزاي تعظم من الأصول وإزاي يكون في عائد مادي وأيضا عائد فني، بعتقد أنه تجربة السيتي ممكن تكون الأنجح على مستوى العالم كله في السنوات الأخيرة. ويمكن تكون في فرق تانية دخل فيها استثمار بشكل كبير، استثمارات ماليه بشكل كبير جدا، لكنها ما قدرتش تكرر او تستنسخ حجم العوائد زي تجربه السيتي لا على المستوى الفني ولا على المستوى المالي. ومناسبه السيتي طبعا نتكلم على ماتشين من اروع الماتشات، يعني طبعا انا اتكلمت كتير عن ماتش تشيلسي والسيتي السنه دي، وقلت ان واحد من افضل ماتشات كره القدم اللي ممكن تشوفها في العالم كله الموسم ده، واتكلمت على ماتش السبت اللي فات ماتش الديربي بين الليفر وبين السيتي، وفي كلام كتير يخص صلاح ويخص ايرلينج هالاند النهارده ارقام قياسيه ما زال الحقيقه الاثنين بيحطموها رقم تلو الاخر. لكن خليني بس اكمل اخبار النادي الاهلي. زي ما كنت بكلم مع كريم، مجلس اداره النادي الاهلي استقر على ان يكون محمد ضماطي عضو المجلس، هو رئيس بعثه الاهلي ان شاء الله اللي هتسافر لتنزانيا يوم الخميس اللي جاي، وبدا طبعا مع كابتن خالد بيبو التنسيق فيما يتعلق بكل الترتيبات الخاصه باجراءات رحله الاهلي لمواجهه يانج افريكانز. مناسبه الحقيقه خالد بيبو يعني واحد من القرارات المهمه جدا اللي اتخذت واللي بتعبر لك عن ازاي مدرسه النادي الاهلي بتشتغل. قندوسي الحقيقه اللي تم اعارته السيراميكا كليوباترا، والحقيقه قدم واحد من اروع المواسم ليه في مسيرته، تألق بشكل كبير جدا مع سيراميكا وكان واحد من اهم نجوم سيراميكا، ومش هبالغ لو قلت واحد من اهم نجوم الدوري المصري السنه دي، تعرض لاصابه. وبناء على الاصابه دي قرر كابتن خالد بيبو مدير الكره في النادي الاهلي انه يكلف الجهاز الطبي برئاسه طبعا دكتور احمد جاب الله ان هم يوقعوا الكشف الطبي على قندوسي ويعملوا كل الاجراءات المتعلقه ب
يعني سلامته والاطمئنان عليه وكل الكشوفات اللازمه لحاله القندوسي عشان يضمنوا ان هو يرجع ان شاء الله افضل من الاول، وياكدوا على فكره انه الاهلي بيدعم وبيساند كل اللاعبين حتى لو كان خارج صفوف النادي الاهلي. وانا اعتقد انه دي رساله مهمه جدا جدا وموقف حقيقه يحسب للنادي الاهلي. وكل يعني نتمنى طبعا سلامه قندوسي، واحد من اللعيبه اللي نتمنى ان شاء الله ان هو يرجع لنا افضل كمان من الاول. هروح سريعا الاول للبونزليجا. بونزليجا واحد من اهم 5 دوريات في العالم، وعلى مستوى النجوم وبالذات المهاجمين واحد من اكثر الدوريات على مستوى العالم كله، صدر اهم المهاجمين ولعب فيه اسماء كبيره جدا، سواء المان يعني سواء مثلا كنا بنتكلم على كلينزمان، على رودي فولر، على اوليفر بيرهوف، دول كلهم مهاجمين عتاة في الدوري الالماني، او حتى كمان محترفين جم من بره زي اخرهم مثلا ايرلينج هالاند وروبرت ليفاندوفسكي. ورغم كده محدش قدر يكسر الرقم او يحقق الرقم اللي حققه هاري كين في اول موسم ليه مع باير ميونخ، اللي حقق بهدف الفوز اللي حققه فريق باير ميونخ على حساب كولن رقم تاريخي، خلى هاري كين في صدارة ترتيب الهدافين اللي شاركوا في كل مواسم الدوري الألماني على مدار تاريخه كله، سجل 18 هدف في أول 12 مباراة، وده رقم ما قدرش أي لاعب أو أي مهاجم، يان كولر بقى قول ليفاندوسكي قول إيرلينج هالاند شخصيا اللي بيكسر الدنيا في البريمير ليج قول، ما قدرش ولا حد منهم أو الأسماء دي إنه على مدار تاريخ الدوري الألماني كله إنه يحقق رقم ده. وبكده الحقيقه اثبت هاري كين انه الصفقه اللي كان بيبحث عنها بايرن ميونخ وانه الرقم اللي دفع فيه كان بالتاكيد يستاهل. طيب خليني قبل ما اروح لصلاح وايرلينج هالاند معايا ضيف مهم جدا بعد طبعا مواجهه المنتخب الثانيه والمهمه جدا مع سيراليون في ليبيريا. معايا طبعا اميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون، ناخد رايه في المواجهه وتوقعاته ورؤيته للمنافسات في مجموعه منتخب مصر المؤهله ان شاء الله لكاس العالم امريكا والمكسيك وكندا. اميدو كريم برحب بيك وبشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسه، اهلا وسهلا. شكرا شكرا جزيلا لكم. يعني بدايه خليني اخد رايك في مستوى المباراه اللي جمعت ما بين سيراليون وبين المنتخب المصري، وانطباعاتك عن تجربة المنتخب المصري مع روي فيتوريا، ازاي شفت المنتخب، ازاي حضرت له، وايه النتيجة اللي كنت بتسعى لتحقيقها، ورأيك في النتيجة اللي انتهت بيها المباراة. شكرا جزيلا. قدمتوا عرض قوي قدام المنتخب المصري، ايه النتيجه اللي انت كنت بتسعى لتحقيقها، ورايك في نسخه المنتخب المصري تحت قياده روي فيتوريا المدرب البرتغالي او المدير الفني البرتغالي؟ أدينا مباراة كبيرة بالنسبة لي، أعتقد أن هذا أفضل ما لدينا كفريق وطني. فاللعب أمام مصر ليس سهلا، اعتقد اننا ان فرصنا تساوت. نعم لدينا يوجد نجوم في المنتخب المصري، ولكن المباراه كانت جيده واستطعنا ان نترك انطباعا جيدا. من وجهه نظرك بعد متابعه الجولتين الاولى والثانيه من تصفيات كاس العالم، ازاي بتشوف المنتخب الاقرب للحصول على تذكره التاهل لنسخه كاس العالم 2026؟ فيما أراه هو أقول أن الجميع لديه الفرص الآن، الجميع يتقاتل للوصول لكأس العالم، يوجد 8 مباريات حتى قادمة. مباراتنا ضد مصر كانت جيدة كما قلت، نحن نعمل، ولكن أعتقد أن مصر فازت ب3 نقاط، ولكن نحن لدينا خططنا، قمنا بالأخطاء، ولكن أعتقد أن وضعنا في المجموعة سيكون جيد، وأعتقد أننا نستطيع أن نعبر.
على الورق حسابيا كل الفرق تملك الحظوظ او تملك الفرصه في التاهل، لكن من وجهه نظرك المنافسه في المجموعه دي هتكون بين ومين؟ مين من المنتخبات شايف انه عنده القدره انه ينافس حقيقي على بطاقه التاهل؟ أستطيع أن أقول أن سيراليون ومصر هما أبرز المنتخبات المرشحة. مصر لديها فريق قوي جدا، فأستطيع أن أقول أن سيراليون لديها الفرصة لتنافس مصر في هذه المجموعة. هل فاجأتك خطة روي فيتوريا؟ هل كان في مفاجآت من وجهة نظرك وأنت بتحضر وأنت بتدرس؟ وأنا عارف طبعا أنك أنت يعني الكرة المصرية مش بعيد عليك لأنه كان ليك تجربة احتراف هنا في الدوري المصري ولعبت لأكثر من نادي، منهم جمهورية شبين ومنهم أعتقد السويس في فترة من الفترات، ولعبت قدام الأهلي والزمالك، فأنت مش غريب على الكرة المصرية، لكن هل طريقة فيتوريا أرباكت حساباتك من وجهة نظرك الأسباب اللي أدت لخسارة سيراليون؟ لا، لم يفاجئني، لأني كما قلت أنا على تواصل مع كرة القدم المصرية ولعبت هناك. خطتي لم تنجح، لم أكن موفقا، قمنا ببعض الأخطاء، ولكن له لم يفاجئني. أكنت أعلم أن منتخب مصر منتخب قوي، فأعتقد أن خطتي كانت جيدة، ولكن لسوء الحظ لم نوفق أمام منتخب مصر. مين من الجيل ده لفت نظرك؟ يعني طبعا يمكن صلاح صاحب شهرة عالمية، لكن مين لعيبة تانية في منتخب مصر غير محمد صلاح ممكن تكون لفتت نظر أميدو كريم؟ أرى أنكم لديكم لاعبين شباب، مثل لديكم لاعبين مثل عمر مرموش وأيضا تريزيجيه، وأيضا حارس المرمى هو حارس ذو خبرة، حارس جيد محمد الشناوي. أعرف أن مصر بلد بها الكثير من المواهب، ولديكم لاعبون جيدون بالفعل. بالمناسبة أهم ذكرياتك عن الفترة اللي انت لعبت فيها هنا في الدوري المصري، وهل ما زلت على تواصل مع زمايلك او اللعيبه اللي كانت بتلعب معاك في نفس الوقت ده، ولا الصلات او يعني ارتباطك بيهم انقطع بعد رحيلك عن مصر؟ عديد من الاصدقاء في مصر. خالد جلال، ايمن يونس، مصطفى مشعل، الكثير من الاصدقاء، ولكن من اتذكرهم الان؟ وخصوصا فريقي امام الاهلي اتذكرهم جيدا. حين انا كنت في شبين واحرزت، وحينما كنت في غزل السويس لعبت امام الاهلي واحرزت ضد الاهلي، فانا اعرف الكره المصريه جيدا. طيب الحقيقه انه خليني كمان اشكرك على المستوى المتطور اللي ظهر بيه منتخب سيراليون. انا شفت منتخب منظم، منتخب بيملك عناصر على اعلى مستوى في كتير من المراكز. الى اي مدى شايف انه خلال مشوار التصفيات اللي هيمتد على مدار سنتين، احنا بنتكلم على مشوار طويل، المنتخب ده قادر يتطور، وايه الاهداف او ايه الخطط اللي انت بتسعى انك تحققها مع منتخب سيراليون في الفتره اللي جايه؟ شكرا جزيلا لك. في البدايه اود ان اتاهل، أتأهل لأي بطولة. كما ترى أن فريق سيراليون فريق شاب وذو مواهب كثيرة، نحن نريد أن نصل لأبعد نقطة. أكبر حلمي لي أن أتأهل لكأس العالم. هل بتشوف أنه في عناصر في يعني زي ما كان ليك تجربة احتراف في الدوري المصري، هل في الكرة في سيراليون هل شايف انه في عناصر ممكن او تصلح للاحتراف في الدوري المصري بشكل خاص، او حتى في الدوريات العربيه بشكل عام؟ بالطبع لدينا العديد من اللاعبين ذو المهارات العاليه، كما فعلت انا من قبل. يستطيع الكثير من اللاعبين الشباب الذهاب لمصر. اذا اتيتم الى سيراليون ستجدوا الكثير من اللاعبين المناسبين للدوري المصري. أعتقد أننا لدينا الكثير من اللاعبين ذوي المواهب العالية. بعد يمكن
ايام شهر، ويعني في بدايات شهر يناير هتبدا بطولة أمم إفريقيا. ترشيحاتك للمنتخبات اللي من وجهة نظرك طبعا هتكون قريبة من تحقيق اللقب أو هتنافس على لقب بطولة الكان؟ أستطيع أن أقول أن المغرب قادرة، والسنغال أيضا، ومصر. المغرب والسنغال ومصر الثلاث دول التي ستنافس على اللقب. ومن وجهة نظر أميدو كريم أفضل ثلاث لاعبين في أفريقيا في الوقت الحالي. محمد صلاح وأيضا ساديو ماني، ولدينا أيضا لاعب سنغالي نسيت اسمه. أستطيع أن أقول أنهما أبرز اللاعبين حتى الآن للفوز بأحسن لاعب في أفريقيا. بمناسبة صلاح، وأتمنى أنك أنت يعني توافق على الإجابة على السؤال، بمناسبة محمد صلاح هو يعني واحد من أهم المهاجمين على مستوى العالم وواحد من أهم المهاجمين في الدوري الإنجليزي، إيه التعليمات اللي أنت قلتها للاعبتك عشان توقف محمد أو يعني تمنع خطورة محمد صلاح في مباراة مصر وسيراليون الأخيرة؟ لا أستطيع أن أمد برنامج تلفزيوني بهذه المعلومات، هذه خطط خاصة بالفريق. بشكرك شكرا جزيلا أميدو كريم. منتخب سيراليون الحقيقة قدم أو ظهر قدام منتخب مصر بشكل أكثر من محترم، وفي كثير من اللعيبة الحقيقة، صحيح جزء كبير من تكوين المنتخب اتأسس في لعيبة اتولدت في أوروبا ولعبت وبدأت مشوارها مع كرة القدم في أوروبا، لكن في النهاية منتخب ورغم خسارته قدام منتخب مصر إلا أن هو يجبرك على احترام. واختم معاكم بالسيتي والليفر، مواجهه الحقيقه كانت شرسه، مواجهه فيها دروس انا كلمت عليها، يمكن كانت قبل مباراه او يعني كلمت على المواجهه دي في مقدمتي وانا بتكلم عن تحضيراتنا لمباراه ميدياما، وقلت انه ده الشكل اللي اتمنى انه الاهلي يقدر يوصل له قبل كاس العالم. قدرتك على انك انت تفرض شخصيتك واسلوبك على اي فريق مهما كان اسمه ومهما كان تاريخه ومهما كان اسماء النجوم اللي بتلعب فيه هي السمة الغالبة الحقيقة على السيتي في مواجهة كل فرق العالم. أي فريق تاني ممكن في مباراة يبقى فعل وفي مباراة تانية يكون رد فعل، إلا السيتي. المنظومة ككل، الكل في واحد والواحد للكل، هي دي الحقيقة سر عبقرية بيب جوارديولا مع السيتي. أسماء كلها الحقيقة رغم إمكانياتها العالية لكن كلهم ملتزمين بالفكر وبالطريقة وبالأسلوب بتاعة بيب جوارديولا. مهما اتغيرت الاسماء ومهما كان مين في الملعب او مين بره الملعب، السيتي دايما اسلوبه او طريقته ما بتتغيرش، وده اللي كان سبب الحقيقه في انه يوصل للمرحله دي ويبقى من وجهه نظر كتير. انا عارف ان في ناس ممكن تبقاش تحب السيتي او مش بتشجع السيتي، لكن من وجهه نظري على الاقل واحد من افضل الفرق اللي بتقدم كره، وسيبك من النتائج، انا بتكلم على المتعه، بتكلم على الاسلوب، بتكلم على 90 دقيقه بتنهج وبتتعب وانت وبتستمتع جدا وانت بتتابعها بصرف النظر عن نتيجه مباراه هتروح لفين. وده اللي حصل بالمناسبه مع تشيلسي، تعادل بنتيجه 4-4، يعني السيتي ما كسبش، ومع ليفربول النتيجه انتهت بالتعادل 1-1 وبرده السيتي ما كسبش، لكن في النهايه في 90 دقيقه عرض شو رائع جدا في كره القدم، لان الكره دايما مرتبطه بالمتعه قبل اي شيء اخر. المباراه دي قدر فيها صلاح وإيرلينج هالاند ان هم يحطموا ارقام قياسيه كانت متسجله باسمهم او باسمائهم قبل كده. طبعا خليني ابدا بصلاح. صلاح رغم انه ما سجلش هدف التعادل لليفربول، لكن هو صنع هدف التعادل لترينت الكسندر ارنولد، وانتهت المباراه بنتيجه التعادل ده بفضل اسيست صلاح. وبكده صلاح رفع المساهمات التهديفيه في مواجهات السيتي، ليفربول والسيتي بس، ضد فرق أو فريق بيب جوارديولا ل 17 مساهمة، أحرز فيهم 11 هدف وقدم فيهم 6 أسيست، ودي حاجة ما سبقش صلاح فيها أي لاعب تاني في ليفربول، وده يعتبر أكتر حاجة أو أكتر رقم حققه ضد أي نادي. إحنا بنتكلم هنا مش عن نادي عادي، بنتكلم على فريق هو الأهم في أوروبا والأهم في إنجلترا على مدار السنوات الأخيرة منذ انضمام صلاح عام 2017، وده طبعا رقم قياسي جديد بيضاف لسلسلة أرقام قياسية مع محمد صلاح أو لمحمد صلاح طبعا. أما إيرلينج هالاند
اما انا كنت بشويه بكلمكم على انجازات هاري كين في الدوري الالماني وقارنته او حطيته في مقارنه مع اسماء كتيره جدا، لكن مهما بلغت عظمه الاسماء دي مش هتيجي زي مكانه او امكانيات لعيبه عظيمه جدا لعبت في الدوري الانجليزي على مدار تاريخها. الهدف اللي سجله ايرلينج هالاند في مباراه الليفر الاخيره رفع رصيده من الاهداف ل 50 هدف للرقم 50، وهنا هي القصه كلها بتدور حوالين الرقم ده، رقم 50. صلاح واحد من الاسماء اللي موجوده في قائمه الهدافين اللي سجلوا 50 هدف في الدوري الانجليزي، لكن صلاح احتاج 72 مباراه عشان يوصل للرقم ده، عشان يوصل للهدف رقم 50. 72 مباراه. هدف ايرلينج هالاند في مباراه ليفربول والسيتي وصل بيه للرقم 50 ولكن في 48 مباراة، وده رقم غير مسبوق. حاجز ال 50 اساسا ما حدش وصل له قبل كده، يعني 48 49 50 ما فيش حد وصل للرقم ده ولا حتى الخمسينيات. اعلى معدل كان اندي كول، واحد من اهم المهاجمين اللي لعبوا في صفوف مانشستر يونايتد طبعا الفترة الذهبية مع أليكس فيكسون، قدر يحقق الرقم ده 50 هدف في 64 مباراة. رقم 2 هو هداف تاريخي لانجلترا وهداف تاريخي للبريمير ليج ألان شيرر، قدر يحقق 50 هدف في 66 مباراة. أما رود فان نيستروي طبعا مهاجم هولندا ومهاجم المان يونايتد، فقدر يحقق الرقم ده 50 هدف في 68 مباراة. وفرناندو توريس مهاجم الدوري الأسباني مع ليفربول قدر يوصل للرقم ده في 72 مباراة، وبيجي بعدهم في القائمة صلاح ب 72 مباراة. فكانت أرقام قياسية على هامش طبعا مواجهة ديربي سيتي وليفربول اللي حصلت يوم السبت الأخير. نرجع لحساباتنا ونبص في ملفاتنا، ملف سموحة هو الأقرب، ملف يانج أفريكانز هو الأهم، وقبل ده وده مشوار كأس العالم اللي بيفصلنا عنه ثلاث أسابيع، إزاي نستغل الفترة اللي جاية المواجهات اللي جاية في تجهيز الأسماء اللي ما ظهرتش في الصورة من فترة طويلة واللي بالتأكيد هتكون أوراق مهمة، والمحافظة على مستوى الفريق مع رفع مستوى الإيقاع ورفع مستوى المنافسة. خلينا نتكلم مع نجمنا النهاردة في حلقتنا كابتن أشرف ممدوح، هيشرفنا في السادسة لكن بعد الفاصل. لا أخفي عليكم سرا، أنا في السنين الأخيرة دي، في العشرين من أول ألفية الجديدة ما بدأت، بقيت لما بتفرج على الاهلي او باجي اشجع الاهلي ما بقتش بشيل هم، يعني ما بتنشنش ما بخافش. يمكن شويه بيحصل ده في كاس العالم للانديه، بحس انها ماتشات صعبه ليفل تاني، ليفل الوحش، بتقابل الكبار في العالم. حتى رغم انه الاهلي زي ما احنا عارفين يعني في السنوات الاخيره عمل نتائج عظيمه جدا مع كل ابطال القارات، لكن في الفتره الاخيره افريقيا بس شويه بقيت بشيل هم. وانا يمكن قلت لكم بدايه الحلقه كان يهمني جدا تحقيق الفوز على ميدياما، مش عشان المكسب بس، ومش عشان الثلاث نقاط، ومش عشان هي بدايه مشوار دور المجموعات، ومش عشان هي المباراه الاسهل في الست ماتشات اللي هياخدهم الاهلي في مرحله دور المجموعات، لكن عشان نكسر حاجز الصمت اللي حصل معانا السيزون ده في افريقيا. سبع مواجهات ما حققش فيهم الاهلي غير فوز مرتين بس، والمرتين على سان جورج، عشان كده بشوف انه الماتش ده في التوقيت ده المكسب فيه الثلاث نقاط مهمين جدا، لكن كمان انك انت تكسر الحالة اللي كنت عليها كانت أعتقد من وجهة نظري مكسب كبير جدا، بالإضافة لمكاسب تانية مرتبطة باللي جاي كله. هنتكلم في كل التفاصيل مع ضيفنا ونجمنا النهاردة كابتن أشرف ممدوح. مساء الخير كابتن أشرف. مساء الفل أحمد صديقي العزيز، دايما ببقى سعيد معاك أنت عارف، منور دايما ببقى سعيد في الظروف الأسعد، يعني فوز النادي الأهلي دايما بيدينا طبعًا. يعني فرحة كبيرة جدا طبعا. مباراة كنت شايل همها ولا كنت حاسس يعني دايما الأهلي حتى بحس إن الفرقة مش في أحسن حالاتها، ببقى حاسس او مطمن انه الاهلي حتى وهو مش في افضل فورمه هيكسب، لكن مع افريقيا السنه دي مش مع ان التوقعات يعني مع دور المجموعات تقريبا تحديدا يعني ودور المجموعات بالذات كمان ما كنتش شايلها ما قوي بصراحه، لانه الفروق كبيره جدا، يعني فروق مش بتكلم على التاريخ، التاريخ طبعا ليه حسابات، ولكن السكواد والنادي الاهلي الفترات الاخيره ونتائجه المميزه، فرق او فروق الخبرات والامكانيات للاعيبه النادي الاهلي، فروق كبيره جدا ما بين النادي الاهلي الدنيا كهربت شويه في الشوط الاولاني
ما كنتش قلقان لانه النادي الاهلي استحوذ كتير جدا يعني تقريبا المباراه من طرف واحد يعني مديانه تقريبا راحوا بفرصتين او حاجه او ثلاثه بس فرصتين اليوم يعني الشناوي الحقيقه امبارح كان برضو واحد من نجوم المباراه معاك معاك ما اختلفتش لكن الشوط الاول وكره في الشوط الثاني بالتاكيد ما كانش عندك شك ان النادي الاهلي حتى لو دخل مرمى هدف يقدر يعوض بهدف اثنين وثلاثه واربعه يعني انا وانا بتفرج على ماتشات الاهلي يعني شويه طبعا بتفرج زي كل جمهور النادي الاهلي طول عمري وشويه كمان ببقى بفكر كترس في المنظومه الهدف من المباراه دي ان احنا نكسب ونجيب 3 بونت وان احنا نحضر الفرقه وان رتم الاداء يبقى اعلى وان احنا نرجع اللعيبه اللي كانت بعيده لانه صحيح. انا حاطط قدامي ماتشين تاني في مجموعات افريقيا وماتشين في الدوري ومن بعدهم رايح لكاس العالم فالحسابات شويه مش مرتبطه بس بالمكسب والفوز اهداف كتيره كمان يعني قبل المباراه اهداف كتيره وحسابات كتيره واعتقد انه كلها اتحققت يعني نفسيا ومعنويا وفنيا النادي الاهلي قدر الحمد لله انه بالفوز امبارح بثلاث اهداف قدر يطمن جماهيره دي في البدايه على ان الفرقه الحمد لله استعادت قوتها مره ثانيه. خدت بالك من دروجبا؟ اه في لعيب امبارح سوا مهاجم رقم ثلاثه اعتقد ميديانا رقم ثلاثه شبه دروجبا جد كوبي بيست يعني انا حسيت ان دروجبا رجع تاني الملعب وعلى فكره هو لعيب كويس جدا لعيب يعني هو يمكن الناس هتعتقد انك بتتكلم على لاعب النادي الاهلي السابق برضو احمد حسن دروجبا خلينا دروجبا الافريقي يا جماعه مش احمد حسن دروجبا الافريقي ديدي دروجبا صحيح ديدي دروجبا لاعب مميز لاعب مميز يعني من افضل اللاعبين تقريبا في الفريق صحيح فالمكاسب امبارح كلها الحمد لله اتحققت يعني فوز كبير وعريض طمن جماهير النادي الاهلي بشكل كبير على الفرقه وعلى استعاده كمان مستر كولر اللي ذهنيا وفنيا وثقته كمان في لعيبته مره ثانيه فاجأك تشكيل المباراه في البدايه فاجئني شويه لكن كنت مرتاح لانه الفريق المنافس ما كانش بالقوه الكبيره لكن كنت يعني انا اتمنى انه دايما نبتدي بالقوه الهجوميه ضربة. الكبيره او قوه الضربه لان انت بتحتاج دايما انك تنهي امال الفريق المنافس بسرعه او ما يدخلش معاك في الجيم وده شويه بيحتاج انك تحرز هدف واثنين في البدايه عشان تقدر خلاص يعني يحصل احباط وما تقدرش الفرق المنافسه انها تدخل معاك في المباراه اعتقد ان لو ابتدينا بالقوه الضربه او القوه المهمه في النادي الاهلي تقدر انك تخلص ده بدري يعني دي النقطه الوحيده بس اللي انا لسه مع طبعا المشكله الكبيره اللي احنا لسه بنعاني منها هي انهاء الهجمات ودي مشكله لسه بنواجهها واعتقد انه مستر كولر ملوش ذنب فيها انت المدير الفني انت محتاج منه انك اللعب الجماعي بيوصلك للصندوق او لخط المرمى المنافس احراز الاهداف دي مهمه اللاعبين واعتقد ان عندنا لعيبه كتيره تقدر تركز بشكل اكبر عشان تقدر تنهي المباريات بشكل اسرع انا اختلف معاك في الحته دي اتفضل لانه لما كوتش بي 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 بيكتشف ومش بس بيكتشف ده بيعلن عن اكتشافه ده انه عنده مشكله في اللمسه الاخيره تمام والكلام ده مش الموسم ده الكلام ده من الموسم اللي فات صحيح لازم اركز شويه ان انا اطور الجزئيه دي عند المهاجمين بتوعي وخصوصا انت بتيجي تحسب الاهلي احنا مش احنا بنقول الاهلي اقوى هجوميا في صحيح. افريقيا وفي الدوري المحلي السنه اللي فاتت ده حقيقي طبعا من حيث عدد الاهداف لما تيجي تحسب تقسيمه الاهداف دي على عدد اللاعبين اللي شاركوا هتلاقي انه عندك مفاتيح او اسلحه هجوميه كتيره جدا صحيح. ومختلفه جدا وبالتالي لما هتيجي تشتغل سهل قوي انك تطور في كل حته منهم او عند كل واحد منهم النواقص اللي من وجهه نظرك انت شايفها ناقصه او مأثره على معدل التهديف لما المشكله دي نتكلم عليها من شهور فاتت وتبقى لسه مستمره هنا انا اشوف انه مش بس اللعيب انا اختلف معاك مره ثالثه انه الراجل طلب مهاجم صندوق وهذا المهاجم حتى الان يعني مودست تعاقدنا معاه لكن ظروف الاصابه وعدم الجاهزيه لسه ما حققش المطلوب منه. كهربا رغم انه هداف دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات واحد من الهدافين في الدوري لكن انا شايفه من وجهه نظري مظلوم في الحته دي لانه انا شايف ان كهربا كجناح ممكن يفيد النادي الاهلي اكتر من كده بكتير، كهربا عنده سرعات ومهاره واختراقات عنده يعني حاجات كتيره جدا امكانيات كبيره جدا يقدر يساعد النادي الاهلي كجناح افضل من المهاجم، صلاح محسن نفس الوضع مش مهاجم صريح مش مهاجم صندوق أي. وبالتالي هو طالب الراجل بان يكون في خد بالك برضو احنا يعني مهاجم صندوق يقدر ينهي ده انا جمهور دلوقتي هقول لك انه هي تبدو انه قصه مش قصه بروفايل بقى لانه احنا جبنا مهاجمين صندوق
اللي هو ينطبق عليه نمره 9، راس حربه بمواصفات راس الحربه، فايتر وقوه بجسمان، ارتقاء العاب هواء، قوه، التحامات، تمركز، بيلعب براسه، بيلعب برجليه الاثنين. فيهم اللي خد فرصه وفيهم اللي ما يعني ما كانش عنده توفيق، وفيهم اللي امكانياته ما كانش كبيره في النهايه بحجم النادي الاهلي. في النهايه كان في كان في مهاجم الصندوق ده ايا كان اسمه، كان في مهاجم كان في مهاجمين صندوق صندوق كتير جدا، بس في النهايه برضو كانت المشكله ما زالت قائمه. فهي المشكله تبدو مش مش شوف انا بشوف انها موهبه، يعني مش بس شغل مدربين. ان صحيح المدرب بيقدر يوصلك او مدير فني الكوتش بيقدر يوصلك، المركز ده حتى على مستوى الكوره في مصر في مشكله، في مشكلة. احنا بنعاني منها من سنين طويله. يعني من بعد اعتزال متعب، وطبعا قبلهم كابتن حسام حسن متعب وعمرو زكي وميدو والجيل ده، وبلال طبعا وسامة حسني فاروق، بعد الاعتزال المجموعه دي اعتقد ما جاش مهاجمين بالقوه الكبيره او عدد مهاجمين كبيره يعني تقدر تعتمد عليها. لكن انا شايف انها موهبه، يعني مش بس شغل تدريب او الكوتش يقدر، الكوتش يقدر يوصلك، يقدر يعمل لك جمل تكتيكيه يوصلك من الاطراف من العمق من لكن المهاجم الصريح او مهاجم الصندوق بتبقى موهبه من عند ربنا، موهبه كبيره جدا. طب هسالك سؤال فلازم تاني. يكون في سؤال تاني يا اسطى، هل ضروري النهارده كان في، كنت بتفرج على كابتن اسامه حسني النهارده كان في ماتش اشبال كان اهلي وبيراميدز، و يعني شفت انا شفتش الماتش كله، شفت الهايلايتس كده، الاهلي كسب 5، وشفت لعيبه كتيره كويسه جدا. هل هي قاعده؟ يعني هل لما اجي اكلمك مثلا عن رشدان، عن معتز محمد، عن زعلوك، هي اللعيبه دي مش ممكن عشان في مدير فني اجنبي ياخدوا فرصه لازم يطلعوا اعاره، ياخدوا خبرات ويحطوا رجلهم في الملعب، واجيبهم زي مثلا ما جبت منعم وزي ما جبت شناوي وزي ما جبت احمد عبد القادر، ولا ممكن ياخدوا فرصه عادي جدا في النادي الاهلي؟ طيب احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر بنعاني منها من سنوات طويله، وهي انه مصر ابتدت تعتمد في المهاجمين وكان حراسة المرمى على الاجانب. فاكر ده الماتش اللي بقول لك عليه ماتش الاشبال؟ اه ماتش الاشبال، والله فيهم كذا لعيب كويس جدا. طبعا عندنا مواهب كبيره جدا، لكن ما بتاخدش الفرصه. انت بتقتل الموهبه دي بانك بتعتمد على المهاجمين الاجانب في مصر بشكل كبير، خاصه ان النهارده طرق اللعب الجديده دي بقت، على فكره في 3 اجوال من الخماسيه بتاعه الاهلي مسجلهم مدافع، الولد ده نمره 9 اسمه سمير اعتقد، ده مهاجم، ده مهاجم لا غير الجول ده، في مدافع، في مساك في النادي يعني الاهلي، يعني ان شاء الله هيكون عبد المنعم تاني وياسر ابراهيم تاني بقى عندنا ان شاء الله في النادي الاهلي. دي اهداف المباراه النهارده، دي اهداف المباراه، الفوز خماسيه بالفوز على بيراميدز طبعا. مبروك طبعا. فعايز اقول لك انه المهاجمين في مصر عندنا مواهب كبيره جدا، لكن ما بتاخدش الفرصه. انت بتعتمد دايما في الدوري، عد كده، عد معايا مهاجمين الفرق في الدوري المصري، هتلاقي 70-80% منهم مهاجمين اجانب. مظبوط. وكان عندنا مشكله في حراسه المرمى لو فاكر، وكانت مشكله كمان في مصر كلها في حراس منتخب مصر، انه كنا بنعتمد برضو على حراس الاجانب لغايه ما جه القرار وقالوا ان مفيش حراس اجانب محترفين في مصر. هتتحل ازاي؟ هتحل ان اللاعبين دي تشارك. ما هو انا النهارده مستحيل يكون عندي لاعب بامكانيات كبيره او عنده امكانيات لكن ما بيشاركش مع الفريق، مع الفريق الاول، ما بيشاركش في مباريات كبيره. النادي الاهلي للاسف الشديد وكل الفرق في مصر بتعتمد نتيجه انك بتشارك في اكتر من بطوله، بطولات قاريه وعالميه زي كاس العالم انديه، بتضطر انك تبقى عندك اللاعب الجاهز او المهاجم القوي الجاهز اللي عنده امكانيات كبيره جدا، وبالتالي فرص مشاركه اللاعبين الصغار دول او الشباب بتبقى صعبه جدا. بالتاكيد فكره الاعاره فكره مطروحه، وهي الحل الوحيد او الانسب انك يعني يطلع اعاره ويرجع جاهز شويه تقدر تشارك. هل في حد في الاسماء اللي انا قلتها ممكن تكون زعلوك؟ طبعا انا شايف ان زعلوك من المهاجمين المميزين جدا جدا، وان شاء الله يكون ليه فرصه باذن الله تعالى مع النادي الاهلي، خاصه انه يعني احنا جربنا ده وشفنا بعض اللاعبين خرجوا في اعارات كتيره خارج النادي الاهلي ورجعوا بقوه افضل مما كانوا موجودين عندنا. طيب اللي جاي طبعا يوم الثلاث هيكون سموحه، وبعدها يانج افريكانز في تنزانيا في دار السلام يوم السبت اللي جاي. في بالتاكيد حاجات بسطتنا امبارح، في يعني بشوف انه كريم فؤاد امبارح الحقيقه طبعاً. يعني مكسب كبير من مكاسب المباراه. بشوف انه الشناوي سواء في التوقف الدولي مع منتخب مصر او في مباراه امبارح مع
ميدياما من مكاسب المباراه، فبالتاكيد في حاجات تغيير كولر المبكر، انا مش فاكر دي حصلت قبل كده، فكره انه يعمل تبديل مبكر نادرا ما بتحصل. دي واحده من المكاسب بتاعه المباراه، فكره انه يتخلى عن يعني حته شويه. بس انا عايز اكلمك في نقطه على مستر كولر. طب خليني بس هشوف يعني انا هسمع رايك الاول في المكاسب، ويهمني كمان ايه الحاجات اللي شايف ان احنا لازم بدري نشتغل عليها ونصلحها. بس هتسمح لي اروح لفاصل وارجع اسمع راي كابتن اشرف ممدوح. زي ما قلت قبل الفاصل، بالتاكيد كان في مكاسب مهمه جدا تاكد عليها. خلينا متفقين اللي جاي اصعب بكتير جدا من مباراه امبارح. اللي جاي ده على كل المستويات، وصولا لكاس العالم، وباذن الله لو ربنا اكرمنا وتاهلنا عن دور من دور او تخطينا دور المجموعات هنروح للاصعب على مستوى افريقيا، وده اللي يهمني جدا جدا نكون جاهزين ليه. ويهمني جدا ان كل عناصر الفرقه تبقى في اعلى مستوياتها، وكلها كمان تبقى رجلها في الملعب. في ناس كتير كتير تستحق الفرصه. اسمع راي اشرف الاول في الحاجات اللي انت شايف انه الاهلي امبارح ظهر فيها بالشكل المطلوب منه، قدم اللي مطلوب منه بشكل كويس جدا ومطلوب تاكيد عليه، وبعد كده اسمع منك الحاجات اللي محتاجه لازم نشتغل عليها عشان نبقى احسن في اللي جاي. طيب انا هكلمك الاول في اولا في نقطه التشكيك. أنا يعني في بعض الجماهير، مش هقول الكل، بعض النقاد، بعض الاعلاميين، فكره التشكيك في حاجات ثوابت. يعني عندنا مثلا كولر حقق العلامه الكامله الموسم اللي فات، تدرج بفريق النادي الاهلي من مستوى لمستوى افضل بكتير من قبل كده، طور في اداء اللاعبين بشكل كبير جدا جدا. بس كولر السنه اللي فاتت احسن من كولر السنه دي. انا متفق معاك. صح؟ متفق معاك. من حيث النتائج او نسخه الاهلي مع كولر افضل السنه اللي فاتت افضل. خلينا نقول نسخه الاهلي افضل عشان يبقى كلامنا اصح. يعني وده تاكيد على امكانياته ويحسب لكولر. فانا عايز اقول انه ما ينفعش اشكك في ثوابت. يعني ما ينفعش اقول كولر مثلا مدرب مش فاهم، مدرب على قده، مدرب ما ينفع لا يليق بالنادي الاهلي. ما ينفعش اتكلم كده. لا ممكن انتقد في مباراه، انتقد في طريقه لعب، انتقد في حتى بطوله ان ما اديتهاش بشكل جيد، لكن ما انتقدش واقول انه نقد لزعل ان الراجل ده ما ينفعش انه يكمل مع النادي الاهلي او انه يرحل بقى وفي مجلس اداره النادي الاهلي. لا يعني الكلام ما يبقاش كده. لو المنطق ده يمشي يبقى كل المدربين بتوع الفرق المصريه كلها تمشي. بس انا عايز بس اقول جماهير النادي الاهلي يعني لازم يبقوا واعيين شويه، لانه في الاتجاه المعاكس او بعض الفرق محتاجه انك تقع او فما نمشيش ورا ده. الفريق فعلا الموسم ده ابتدى بشكل سيء، لكن ان شاء الله على الخطى، وان شاء الله النادي الاهلي يرجع بشكل كبير جدا في البطوله القادمه باذن الله. دي نقطه مهمه. طيب المكاسب امبارح شايف مكاسب كبيره زي ما قلت لك، انه نفسي وبدني، وحتى اللاعبين امبارح واقفين على رجليهم اكتر نتيجه الراحه اللي خدوها. في بعض اللاعبين خدت بعض الراحات يعني معنويا كمان، انه مكسب ثلاثه في بدايه دور المجموعات اللي الناس كلها كانت قلقانه من بدايه النادي الاهلي في دور المجموعات، ودي نقطه مهمه جدا. ان شاء الله المباراه الدوري تعود وانت متصدر الدوري لسه زي ما انت، فدي برضو نقط مهمه جدا هتدخل معترك الدوري. تغيير التيرسي تاو قفشه مهمه جدا للناس، وبدري امبارح يعني وبدري وبدري حقيقي وبدري، ودي حاجه من الحاجات اللي تحسب لكولر امبارح في المباراه. لا انا حسيت اولا انها تغييره فعاله جدا، مستوى الفعاليه غيرت في شكل النادي الاهلي، وحسيت كمان انه الكواليتي دي، ما اعرفش انت تتفق معايا في ده ولا لا، الكواليتي دي لما استخدمها كاوراق في الشوط الثاني ممكن تبقى انتاجيتها او فعاليتها افضل من لو بدات بيهم اساسي. كواليتي اللاعبين المهريين تقصد؟ يعني امبارح كانك بتتفرج على ماتش وقلبت بالريموت بقيت بتتفرج على ماتش تاني، مباراه تانية. فاهم؟ انا حسيت انه الاهلي بعد نزول الاثنين دول تحديدا، لا سيطره، تحرك، تسليم واستلام، في انسيابيه كده في اداء النادي الاهلي، وفي خطوره حقيقيه وفي ايجابيه، غير مرحله انك انت عارف بتلعب ملاكمه. يعني غير انك انت هجوم وجري وضرب واحتكاكات كره سهله شويه، لكن الكره سهله شويه، الدنيا فيها كره سهله وفيها ايجابيه وفيها اكتر. يعني انت رحت على المرمى بشكل ايجابي كتير جدا الشوط الثاني نتيجه
قفشة، بيرستا، وحسين الشحات، اللاعبين المهاريين بيقدروا ينقلوا لك المباراه بشكل كبير جدا جدا تجاهك طبعا. فاعتقد ان اللاعبين المهاريين ليهم دور كبير جدا. صحيح انا شايف من وجهه نظر ان مستر كولر مش مقتنع، مش ميال شويه للاعبين المهاريين. وخلي بالك قفشة اختلف بنسبه 100% عن طريقه لعبه في السابق. قفشة كان دوره هجومي فقط، قفشة النهارده بنشوف ليه ادوار دفاعيه، بدليل ان الراجل اتكلم معاه كتير جدا على انه يبقى عنده الدورين حتى لو بنسب، لكن لازم يكون اللاعب المهاري كمان عنده ليه دور دفاعي بشكل كبير. ده بيقلل منه احيانا هجوميا، لكن انا شايف انه مع التمرين ومع الوقت هيتعود على ده. قفشة اختلف جدا جدا خلي بالك، ومستواه انا شايفه انه افضل كتير من قبل كده. طبعا اللاعبين المهاريين ليهم دور كبير نفسيا ومعنويا. طبعا فرقه افضل كتير بمكسب امبارح، بدايه مميزه جدا 3-0 على فريق استفز النادي الاهلي بتصريحات طبعا رئيس النادي ومديره الفني، ودي اكيد بس ده طبيعي ومفهوم، ودي اكيد يعني ما افتكرش ان استفزاز يعني النادي الاهلي ولاعيبته ليها يعني ما بيبقاش هو عارف انه مش يعني ما هو برضه ما يعني ما فيش مدير فني هيقول هتمنعونا نتكلم كمان يعني قصدك يعني لا يعني هيقول للاعيبته رايحين مصر عشان نقابل النادي الاهلي بطل القاره وحامل اللقب وصاحب الرقم القياسي عشان نتغلب ماشي يعني معاك تعدي يعني لكن النادي الاهلي بالتاكيد امبارح فوز كان معاه ميدو كريم النهارده مدير فني بتاع كان لاعب بجمهوريه شبين اعتقد كان لاعب بجمهوريه شبين وغزل السويس اعتقد غزل السويس مش منتخب السويس على ما اتذكر يعني مدير فني بتاع سيراليون كان لاعب مميز كان نادي غزل السويس كان غزل السويس غزل السويس بكلمه على التصفيات والاداء ومش عارف ايه. الراجل لغايه دلوقتي بيقول لك انا يعني عندي طموح ان انا اخد تذكره التاهل. فيعني طموح مشروع يعني خسران على ارضه قدام منتخب مصر ومنتخب مصر على علامه كامله هو طموح مشروع طموح لكن مشروع. في بعض المدربين او رؤساء الانديه بيدوا لك تصريحات ناريه قوي فتخلي الفريق منافس خاصه لو فريق النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده دوافع يعني اوريدي عنده الدوافع انه يفوز ويكسب ويأدي فانت كمان بتستفز فبالتاكيد هيكون يعني صحيح بالتاكيد الا قلقك بشكل كبير بصراحه ما كنتش قلقان وحتى لو لعب تشكيل او ايه اللي مش راضي عنه طبعا الفرص الكتير جدا اللي بتضيع احنا رحنا كتير استحوذنا كتير ورحنا بفرص كتير على مرمى المدياما ما احرزناش في الشوط الاول لغايه الدقيقه 60 تقريبا او ودي تقلق بشكل كبير لان في بعض المباريات في فرق ممكن تدخل معاك اقوى من مدياما ممكن تدخل معاك في المباراه وما تقدرش تفوز ممكن يخطفوا منك المباراه بسهوله وده حصل معانا في فرق او مباريات كتير صن داونز هنا لو فاكر بعد بينالتي علي معلول وبعد الفرص الكتير اللي ضاعت ما قدرناش تسجل ما قدرتش تسجل فدي مشكله كبيره جدا النادي الاهلي بيعاني منها واعتقد ان لازم يكون ليها حل الفتره اللي جايه لازم يعني ملهاش ما فيش منطق يقول ان ما اقدرش احل ده في حل مؤقت لانه انت كاس العالم ما عندكش فكره انك انت تدخل حاجه على السكواد الجديد لو عملت ده هتبقى تدعيمات يناير وده ممكن ان شاء الله لو تاهلت في دور المجموعات يكمل معاك مشوار افريقي لكن على الشورت تيرم ما عندكش الرفاهيه يعني اتمنى ان يكون في توفيق لكهرباء وصلاح محسن وطبعا بيرستا وحسين الشحات والاجنحه يعني التركيز اكتر خليني اسالك سؤال طبعا. ده اللي كنت بقول لك في الفاصل بس مش هحرق لك السؤال دلوقتي حد ينكر مثلا انه الشحات افضل موسم ليه مع الاهلي هو الموسم اللي فات بالتاكيد لا طيب الشحات لما غير كولر مركزه من جناح يمين لجناح شمال قدم افضل ما عنده كريم فؤاد احنا جايبينه على انه باك يمين اساسا واوقات كتير ممكن تحتاجه باك شمال كل مكان متهيألي يعني ممكن اوقات بس يعني هو انت لما بتيجي تشتري لعيب بتشوف السي في بتاعه بتشوف كان بيلعب فين عشان انت محتاجه في المراكز دي كريم باك يمين او باك شمال لما جه كسر الدنيا مع كولر وما زال مكسر الدنيا كجناح يمين مع موسيماني اكرم توفيق كان واحد من افضل كان ديفندر منتخب اولمبي اللي هم بقى ابطال افريقيا واللي لعبوا طوكيو اولمبياد وجي موسيماني احتاجه في مركز الباك اليمين فكسر الدنيا وبقى اساسي في الاهلي باك يمين واساسي في منتخب مصر باك يمين صحيح في وقت من الاوقات التوظيف ممكن يظلم اللاعب جدا ده الفرق ما بين المدرب والكوتش يعني المدرب ممكن يشتغل شغل الملعب العادي تدريبات الفتنس
الكوتش هو اللي عنده رؤيه، هو اللي عنده الفيجن، ده هو اللي بيشوف امكانيات اللاعب، بيشوف امكانيات الفرق المنافسه، عنده رؤيه، ودي اللي بتفرق من مدير فني لاخر. يعني انا شايف مثلا ان جوارديولا على مستوى العالم واحد من افضل المدربين في تاريخ كره القدم، مش بس الحالي يعني، لانه بيعرف يوظف لعيبته كويس قوي، بيعرف واحد من افضل المدربين، هو افضل مدرب في تاريخ كره القدم في العالم يعني. انا بتكلم في تاريخ كره القدم يعني. الفيجن عنده عالي جدا. مش موضوع تدريب ونواحي خططيه وتكتيكيه، الموضوع مش كده، موضوع فيه رؤيه، وفي بيعرف ازاي يوظف لعيبته، بيعرف ازاي يغير اماكنهم. يعني انت بتشوف الروتيشن اللي بيحصل جوه الملعب، الراجل ده مش مستحيل يبقى ده شغل لعيبه بس، لازم يكون شغل مدرب. لا يعني انا كنت بقول بعد ماتش ليفر، في غياب لعيبه زي جاك ريليتش ودي بروينا، ما تحسش انه في هزه حصلت في الفريق. يعني الفريق هو بيلعب بنفس الباترن، بنفس الاسلوب. صحيح. بنفس الطريقه، مفيش حاجه اتاثرت. فطبعا حاجة توظيف اللاعب بيفرق جدا جدا. في لعيبه في الاهلي طيب مظلومه بمراكزها، او في لعيبه انا شايف ان او في لعيبه هقول لو اتغير مركزها ممكن يحصل نفس اللي حصل زي ما كنت بقول مع كريم واكرم وشحات. انا شايف ان كهربا وصلاح محسن، انا لسه عندي وجهه نظري ومصر عليها، ان الاثنين دول لو جم من تحت كجناحات او كجناح يمين او جناح شمال هيفرقوا كتير جدا. انت ما عندكش مراكز في مركز الاجنحه يعني، ما عندناش اماكن، ما فيش مكان، عندنا اجنحه كتير الحمد لله. فانت بتستغلهم هنا لان عندك اوريدي الخامات اللي موجوده يعني. لكن لو عندك مهاجم صريح وقوي قدرت تتعاقد معاه الفتره الجايه، بالتاكيد هتقدر توظف الاثنين دول في اماكنهم السليمه يعني. هاجي لك سريعا للميركاتو بس اجلها شويه دلوقتي. اتفضل. هل اللعيبه المهاريه مع المدربين المنضبطين تكتيكيا قوي اللي بيحطوا لكل مركز في الملعب ادوار وواجبات هجوميه ودفاعيه، بيطلبوا انضباط تكتيكي، تحركات بشكل معين، ما بيحبوش اللعيبه الحريفه؟ طبعا ما بيحبوش اللعيبه الحريفه مليون في المية، وما بيكونش ليهم دور كبير معاهم يعني. الا لو اللاعب استجاب لفكر المدرب واستجاب لطريقه تفكيره ولعبه، لان يعني وعندنا نموذج لده. قفشه غير من طريقه تدريبه نفسه، لان قفشه ما كانش بيتمرن بالشكل ده. ما كانش عنده الحميه دي في انه يؤدي الدور الدفاعي والهجومي، بالتالي يزود تدريباته او معدل التدريب بتاعه البدني علشان يقدر يؤدي الدورين. فبتفرق كتير جدا طبعا مع اللاعب، وهيتظلم او هيظلم نفسه لو ما قدرش يغير من طريقه فكره ولعبه مع المدير الفني اذا كان لم يقتنع به كلاعب مهاري فقط. مع اني شايف انه اللاعبين المهاريين بصراحه شديده جدا يعني، لازم يكون لهم دور دفاع اقل بكتير من دورهم الهجومي. لانه مش بس يعني عندنا مثلا نماذج كتير، عندنا وليد صلاح الدين مثلا. وليد صلاح الدين ما كانش بيأدي دور الدفاعي 10%، كانش بيأدي دور دفاعي خالص. خليني 10% عشان ما يزعلش مني. لا وليد ما يقدرش يزعل مننا. وليد ده يعني اللي ما حضرش وليد طبعا فاكهه يعني. فوليد ده المدرجات كانت بتجبر المدير الفني انه وليد ينزل. والله يا احمد فعلا يعني نقعد بره او في الملعب بنسمع وليد. اصوات الجمهور كله بينادي على وليد. فوليد واحد من النماذج دي، ممتع يعني. وانت مش محتاج منه يؤدي الدور الدفاعي ما دام عنده القدره انه يكون حل هجومي. هو بينقلك، بيعمل لك كل التحولات الهجوميه المطلوبه، بيعمل لك كل الاختراقات وكل الفرص المتاحه اللي تقدر تخلص بها المباراه. في حد شبه وليد في او يقدر يقوم بالدور بتاع وليد في الجيل ده من وجهه نظرك؟ عندنا في الاهلي ولا؟ في الاهلي. في الاهلي يعني لسه ما فيش الموهبه الكبيره اللي زي وليد، لكن قفشه يعني حته منه، نقدر نقول انه يعني قفشه عنده المهاره وعنده الامكانيات اللي بيعمل ده يعني. انا بشوف قفشه في بعض المباريات عنده امكانيات كبيره، يقدر يؤدي دور كبير يعني مع عبد القادر. ما يقدرش يلعب عبد القادر كمان يعني. انا اسف اني ما ذكرتش عبد القادر، لكن عبد القادر واحد من المهاريين جدا جدا، وافضل لاعب انا شايفه من وجهه نظري في مصر كلها بيعمل التحولات الهجوميه دي. اسرع لاعب يقدر يوصلك او يعمل التحول الهجومي ده من نص ملعبك لنص ملعب الخصم او المنافس بسرعه كبيره جدا ومهاره كبيره جدا، في ثانيه بتلاقيه وصل للمرمى من اقصر الطرق.
فانا شايف عبد القادر طبعا واحد من النماذج اللي لازم تاخد فرصه كبيره مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. مستغرب انه بعيد عن الصوره جداً شويه؟ جدا مستغرب جدا. لكن اتعودت مع مستر كولر انه هيكون ليه توقيت، يعني عبد القادر خلي بالك في فتره كان بعيد وفجاه بقى جوه الملعب وبيلعب بشكل اساسي مع النادي الاهلي ولا غنى عنه، فجاه برضه هو بره الملعب. انا لسه مش عارف يعني هل ده دور عبد القادر ولا او تقصير منه ولا هي وجهه نظر مستر كوره انه بيلعب الاهلي. هي في حته المهاره ما تقدرش تقول انها عبد القادر بس. يعني هتقول خلي بالك كريستو وقندوسي قبل ما يمشي يعني واضح ان مستر كوره من نوعيه المدربين اللي ما بيحبوش اللاعب اللي عنده ميزه واحده او الناحيه الهجوميه بس. فاتمنى انه لو ده موجود او دي المشكله مع عبد القادر ان عبد القادر يعدل من نفسه، لان مستر كوره موجود ومكمل مع النادي الاهلي. انت لو ما عدلتش من نفسك وغيرت طريقه تدريبك وفكرك مع الراجل اكيد مش هتلعب. فاتمنى انه لو دي المشكله عبد القادر يغير ده ويأدي الدورين عشان يقدر يلعب ويمتعنا ان عبد القادر واحد من افضل اللاعبين في مصر يعني. طيب عبد القادر واحد من ست اسماء اعتقد ان هم من الضروري يعني لمصلحه الفريق ان هم يدخلوا في الحسابات وبقوه في المواجهات الاربعه القادمه، لان هم اوراق ممكن تبقى مؤثره جدا واوراق ممكن تحتاجها جدا قبل بطوله كاس العالم. صحيح. هنا السؤال، هل تراهن على اللي جاهز؟ عندك سموحه، يانج افريكانز، زاد، شباب لوزداد، دول الاربع ماتشات اللي جايين، اربع مباريات وعندك مهمه، اربع مباريات مهمه واربع مباريات صعبه. صحيح. زاد يعني مقدم نفسه بشكل كويس جدا، سموحه ده. عارف طبعا انت سموحه قدام طبعاً الاهلي بيعاني ازاي، وبالتاكيد يانج افريكانز في تنزانيا مباراه صعبه بصرف النظر عن ان هم خسروا واحنا كسبنا، وشباب لوزداد انا شايف ان المنافسه هتكون بينه وبينه. فانت صحيح. عندك اربع ماتشات صعبين في فتره زمنيه ضيقه جدا، وعندك اسماء بعيد لكن ليها تقولها وليها تأثيرها في الملعب، متولي، سلية، أكرم، عبد القادر، رضا سليم. بس رضا بعيد شوية يعني أعتقد أنه لسه يعني قدامه شوية يعني لو يعني قلنا لو يعني بنتكلم على أربع مباريات اللي جايين لو هتحطه في حسابات كأس العالم للأندية. أتمنى إن شاء الله يعني أنت لو حاطط حساباتك عبد القادر، متولي، سلية، احنا بنتكلم على لعيبه جاهزه ما عندهاش اي مشكله، اعتقد ان هم لازم ياخدوا في الماتشات طبعًا اللي جايه دي، ولا تراهن على المجموعه اللي تعدي بيك المرحله دي وحسابات كاس العالم ليها حسابات ثانيه خالص؟ انت لازم تجهز الكل، لانه بس في مشكله كبيره جدا في عمليه الروتيشن اللي انا اعترضت عليها، وده كان نقد في في في, في الطريق الايجابي، انه ما بنتقدش بشكل سلبي. وجهه نظري انك لما تعمل روتيشن ما تعملش روتيشن عدد كبير من اللعيبه، يعني ما ينفعش يبقى عندي النهارده 11 لاعب يلعبوا المباراه اللي جايه 7 8 لاعبين مش موجودين. ده ما فيش حاجه في الكوره اسمها الروتيشن بالشكل ده، ده مش روتيشن. يعني روتيشن انا بغير سواء داخل الملعب او بدل ماكسيمم، يعني 3 4 لعيبه ماكسيمم، يبقى 3 4 لعيبه عشان ما افقدش شخصيه الفريق يعني او انسجام الفريق. فلازم طبعا يشاركوا، لازم يتواجدوا، لان انت بتشارك على في كل البطولات بشكل مستمر، يعني ما فيش مش هتقف يعني هتاخد فتره توقف عشان هي بس بطوله كاس العالم انديه، وبعدين هترجع تكمل عادي افريقيا ودوري ودوري افريقيا وكاس وكاس النخبه، يعني هتلعب كل البطولات في وقت واحد. في الشهرين دول هتسافر تنزانيا، هتسافر السعوديه، هتسافر الامارات، ارهاق كبير جدا. لو 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 استمريت على مجموعه قوامها 12 13 لاعب بالتاكيد هيجي وقت هيبقى عندنا نفس المشكله اللي بنعاني منها من سنين طويله، وهي الارهاق البدني الكبير جدا، وهيبقى عندنا اصابات كتيره جدا، وقتها انت هتحتاج كل اللعيبه دي عشان تحسم البطولات. خلي بالك انت بتيجي في وقت حسم البطولات بيبقى عندك مشكله كبيره جدا في الغيابات، وده بيحصل مع النادي الاهلي من فترات طويله، وبالتالي انت لازم الكل يبقى جاهز. والكل يعني الموسم اللي فات كان نموذج رائع جدا جدا ليه وبنشيد بيه، لان الروتيشن اللي حصل كان محدود ومعقول والكل جاهز. وبالتالي ما حسيتش ان في مشكله في غيابات او اصابات او ارهاق او وده خلى النادي الاهلي يحقق كل
البطولات او العلامه الكامله في البطولات. يعني دي محتاجه شويه من مستر كولر انه يراعي ده وان الكل يشارك. يعني انا معاك انه ما ينفعش تغييرات كبيره، لكن لازم يكون في على الاقل السوليه يجهز، احمد عبد القادر يجهز، كريم نيدفيت يجهز، رضا سليم ان شاء الله لما يرجع باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله يبقى فارق مع النادي الاهلي بشكل كبير. اكرم توفيق طبعا انا يعني جاهز واطمنا عليه النهارده في التدريبه. علي معلول ان شاء الله كمان، وعلي معلول جاهز النهارده. فاتمنى ان الكل يشارك. يعني قصه الاصابات باستثناء رضا سليم، مودست، محمد داوي، كريستو، دول اللي حساباتهم مش واضحه، مش واضحه لسه، انما الكل جاهز الحمد لله، كله جاهز وكله بيشارك في التدريبات. وده يدينا ثقه كبيره جدا انه هو الوحيد الوحيد اللي انا التغيير يعني الوحيد اللي انا الحقيقه يعني اتمنى مودست انه يرجع. يعني مودست واحنا كنا متابعين فتره التوقف عرفت انه في لا في شغل، في شغل وضغط كبير وكلم ناس وضغط على نفسه بشكل كبير، وكلم ناس متخصصين يعني جم اشتغلوا معاه عشان يعني يستعيد فورمه ووزنه نزل بشكل كبير. بس طبعا الاصابه هي اللي حصلت، لكن رضا سليم من الاوراق اللي اصابتها خسارة يعني بالنسبه لي خساره كبيره جدا. طبعا رضا واحد من اللاعبين المميزين جدا واللي فرقوا مع النادي الاهلي، يعني دخل بسرعه جدا، واللي كنت اراهن عليه في كاس العالم بصراحه. نوعيه مختلفه يعني خلينا اقول لك ان رضا سليم نوعيه مختلفه من اللاعبين، يعني من اللي بيصنعوا الفارق دايما. فخساره كبيره جدا، لكن ان شاء الله يعود بسرعه جدا للنادي الاهلي مره ثانيه. يعني شايف ماتش سموحه ازاي وايه المنتظر؟ طبعا احنا يعني تقريبا انا ما بتفرجش يعني الى نادرا على مبروك لفيوتشر النهارده، عرفت ان هم كسبوا 1-0 سوبر سبورت 1-0. اعتقد غنام محمد، بحب غنام جدا على فكره، لعيب كويس جدا، غنام لعيب كويس جدا، لعيب من اللعيبه المظلومه عالميا يعني في مصر، بس لعيب هايل الحقيقه. شايف العوده لملف الدوري ازاي؟ وشايف مباراه سموحه ايه المطلوب منها؟ يعني طبعا الثلاثه بونت مفهوم والمكسب مفهوم، لكن ايه اللي مستني تشوفه من تيم الاهلي ومن مارسيل كولر في مباراه سموحه؟ عوده قويه. لازم تفنش تعادل جونه، لازم يكون في عوده قويه للدوري، خاصه انك جاهز بدنيا وفنيا وذهنيا ونفسيا ومعنويا دلوقتي، فما فيش حجه ولا مبرر انك. انا مختلف معاك في معنويا دي. ليه معنويا ليه؟ ليه هقول لك بالعكس إيه؟ يعني انا شايف ان الفوز وثلاثه في احساس هقول لك حاجه، في احساس دايما عندي بيجي لي، والله اعلم الاحساس ده احساس يعني مش حاجه مؤكده مش معلومه يعني، بس عندي احساس انه اللعيبه بتبتدي الماتشات متنشنه ومضغوطه ومتوتره، وده بيخلي الاداء عندنا فيه، وبالذات كمان لو الكره عندت بقى، يعني عارف لما الكره تروح بيها مره واتنين فتلاقيها مش ماشيه، بحس انه الدنيا بتتكهرب اكتر، التوتر بيزيد، بيختلف تماما الوضع بعد الاهلي ما يسجل اول هدف، تحس انه احنا بنلعب كورتنا. دي دي ده حال كل الفرق الكبيره يعني خاصه في النادي الاهلي. انت عندك جمهور في الوطن العربي مش في مصر بس، ملايين الجماهير، وبالتالي انت طول الوقت مضغوط، طول الوقت محتاج تحقق بطوله، طول الوقت مطالب منك انك تادي بشكل جيد مش بس تحقق فوز. بس خد بالك حاجه هقول لك حاجه، عشان كده نوعيه اللعب او الكواليتي هو اللي بيفرق. انا يعني انا هنا هتكلم نيابه عن جمهور الاهلي بقى. جمهور الاهلي صحيح بيحب بيزعل لما في لقب او بطوله احنا اكتر جمهور في العالم شبعان بطولات يعني طيب. يعني فكره انك بتروح منك بطوله ده شيء ما بيضايقناش، لانه احنا متعودين انه قريب جدا هناخد لقب تاني. لكن كمان احنا مش بنستنى من الاهلي المكسب بس، ومش بنستنى من الاهلي اللقب أداء بس كمان. احنا بنستنى من الاهلي ناس بتحب الكوره. انا لسه في الفصل احمد بيقول لي انا بنتظر مباراه الاهلي عشان استمتع. أيوة. مش بس عشان الفوز. أيوة. يعني المكسب مهم انا طبعا، لكن انا 90 دقيقه بعد استناهم من هنا لهنا، شوف كام يوم عقبال ما الاهلي بيظهر، وخصوصا لما بيبقى راجع بعد غياب، عشان اشوف وجبه كوره تمتعني. صحيح. انا بشجع السيتي في انجلترا، والسيتي بيقدم كوره عظيمه جدا جدا الحقيقه، ممتعه 90 دقيقه بستمتع بيهم كوره، لكن لما السيتي بيخسر او بيتعادل ما بزعلش. لما الاهلي بيخسر او بيتعادل بزعل، لكن يهمني كمان مع المكسب الاداء بالظبط. صحيح يعني. ده بيفرق جدا وبيفرق مع جميع النادي الاهلي خلي بالك. أيوة. وفي مباريات كتير يعني كنا بنخسر، مش كتير طبعا يعني الاهلي الحمد لله ما خسرش كتير. أيوة. لكن في عدد المباريات الكتير اللي خسرناها
بالنسبه للنادي الاهلي كتيره يعني. جمهور بيزعل لو انت ما عملتش اللي عليك، ما قدمتش كوره حلوه، او كسبت وما عملتش اللي عليك. لو خسرت والجمهور بجد جمهور الاهلي راضي عن ادائك خلاص، راضي يعني عن ادائك، ما بيبقاش في زعل. وده طبيعي، ودليل ده ان جمهور النادي الاهلي بلس 90 كمان بيفضل يشجع فرقته كسبان خسران، المهم انه بيأدي بشكل جيد. فدي ده حال جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. اقصد انه لعيبه النادي الاهلي لازم تتحمل الضغوط، والفتره اللي جايه في ضغوط اكبر بكتير من اللي فات، ومتحملين مسؤوليه كبيره جدا. خلي بالك خساره البطولتين في بدايه الموسم، لان الطموحات كانت كبيره يعني. زعل جمهور النادي الاهلي نتيجه ان طموحات جماهير النادي الاهلي في بدايه الموسم ده، نتيجة الإمكانيات الكبيرة اللي كانت موجودة والمعنويات الكبيرة جدا اللي كانت موجودة، هي اللي زعلت جمهور النادي الأهلي أو غضبته. وبالتالي ده واصل للعيبة النادي الأهلي. أنا بتكلم كتير مع ناس كتيرة منهم، حاسين قد إيه بفقدان البطولتين دول، وزعل أو غضب جماهير النادي الأهلي، وبالتالي مضغوطين. عشان كده بقول جماهير النادي الأهلي واحدة واحدة على لعيبتنا هيرجعوا، وهيرجعوا بقوة أداء ونتائج إن شاء الله الفترة اللي جاية، لأن اسكواد النادي الاهلي ومدير الفني النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي الداعم طول الوقت بالتاكيد هيدينا ان شاء الله نتائج كبيره جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله. كل التوفيق. الاول نبص على ماتش سموحه، وحلقه بكره هنتكلم فيها على مباراه سموحه ان شاء الله المنتظر انها تكون يوم الثلاثاء اللي جاي، وان شاء الله نحافظ فيها على صداره رغم التعادل مع الجونه، الا انه الاهلي لم يفقد صداره البطوله. يهمنا جدا واحنا بنسيب البطوله، لان احنا كل البطولات ملفاتها مفتوحه في نفس الوقت، نبقى محافظين على الصدارة لحين العودة مرة تانية. فبكرة نتكلم على مباراة سموحة بشكل أكثر تفصيلا. بشكر كابتن أشرف على وجوده معنا، نورتنا أشرف. أشكرك يا أحمد جدا، وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي الفترة اللي جاية بإذن الله. يعني جمهور النادي الأهلي دايما في ظهر النادي إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. وكل مباراة جراديولي كان مفهوم طبعا إنه بعد الغياب وبعد العودة إنه مش هنطلع 100%، أدينا اللي علينا، حققنا أهدافنا، وإن شاء الله بإذن الله كل مباراة يبقى الكيرف فيها طالع لمراحل اعلى واعلى، ان شاء الله وصولا بقى لبطوله كاس العالم اللي انا عارف كل جماهير النادي الاهلي منتظرينها بفارغ الصبر. بشكر كابتن اشرف على وجوده معانا، بشكركم انتوا على المتابعه، تحياتي ليكم، وبكره حلقه جديده من السادسه.